الله. طيب الله لما خلق حواء من آدم إيش المقصود منه؟ يعني ما الذي أراده الله عز وجل حتى تنشأ هذه الأسر نشأة أرادها الله عز وجل أن تكون في نظام هذا الكون المشهود في الأرض؟ ثم أنزل الشرائع وأنزل الحقوق لتكون الأحكام الشرعية موائمة للأحكام القدرية. جميل. أو للقدر الكوني الذي جعله الله من غير اختيار للبشر. رائع جدا. وأما الأحكام الشرعية فيها محل الابتلاء، يعني من الناس من يقبلها ومن الناس من يرفضها. نأتي وننتقل إلى معنى الجعل في سورة الأعراف، وجعل منها زوجها ليسكن إليها. عرفنا أن في سورة النساء في نعمة بلفظ الخلق، لفظ الخلق يدل على نعمة الإيجاد الأول. جميل. نعمة إبداع هذا المخلوق في تكوينه الجسدي وفي تكوينه العقلي والنفسي. في سورة الأعراف وفي سورة الزمر وغيرها أيضا، في سورة النحل، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. هنا يعني لخصت الأسرة كلها في هذه الآية الكريمة في سورة النحل، في سورة النعم، تسمى سورة النعم. الجعل هنا مراد منه أو المفهوم منه أن الله لما خلق هذه المرأة خلقها سكنا للرجل، ولذلك قال جعل منها زوجها. جميل. ليسكن إليها، هذا لام العلة، لتكون سكنا له، سكنا معنويا يلجأ إليه. طبعا هذا يعني فسر هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ولك أن تتعجب يعني من هذا المعنى اللطيف، هن لباس لكم، يعني المرأة لباس للرجل، فهي ستر له حسا ومعنا، وكذلك الرجل هو ستر للمرأة حسا ومعنا. رايا. والآيات يعني المبثوثة في هذا المعنى في القرآن العظيم متوافرة جدا، لكن لا أدري هل الوقت يتسع. نعم.